من زمان احنا نشوفوه في التلفازات سنة كبير وكذا، بصراحه شرفنا بالمشاركه تاعو في البطحه، سيرتو البيرسوناج تاعو سي دالي سي ان بيرسوناج تري امبورطون بور لي كنا نكتبو السيناريو، سي ان بيرسوناج تري امبورطون كنا نكتبو كنا نخمو فيه اللي يخلينا حتى يلحق الوقت باش نقولوا له باش نبروبوزي له البيرسوناج هذا. بالك سي فري الشخصيه تاع سيدي علي ما تظهرش بزاف كما الشخصيات الاخرين تاع البطحه، بصح شخصيه مهمه جدا لانه طولو الشخصيه ما توقاش بكثره الوجود تاعها، قد ما توقاش يعني بالثقل الدرامي تاعها. لما نشوفوا البدايه تاع البطحه دو سيدي علي هو المحرك تاعها، تخيلوا ما كانش حضور سيدي علي ما يكونش البدايه هذه، ما يكونش العستار ربيع، ما يكونش الكوفي هذا. إيبي مي كنا حريصين من الظهور تاعو، كنا حريصين أن كل ما يظهر بيرسوناج تاع سيدي علي لازم يكون اون اكسيون، لازم يقدم فعل، لازم يبني صراع. فبالتالي كان مهم جدا أننا حكيم زلوم يمثل هذا الدور، ممثل متمكن. إيبي فوالا دونك احنا نظنوا بلي موفق 100% في الدور تاعو. صح صح، مرمتو اللاز، مرمتو سيدي علي. طردتو. باسكو يدخل دي زويد.